فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع طالب العلم أن يجمع بين بيان الحق والرد على المخالف وبين حصول هذا النزاع؟ لا، الرد على المخالف إذا كان أنت تحسن الرد وتعرف المخالفة وفي فلا بأس أن ترد، لكن ترد بالحكمة، ترد بغير تعنيف وبغير سب وشتم، تبين الحق وتبين الباطل بحكمة وبدليل، وهذا لا بأس. نعم.